السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله هذا الوجه بعد قلبي وروحي. قبل نبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك. الاشتراك ايش؟ خلنا نشوف. اشترك. احسنت بعد قلبي. مالكم بالطويلة، لاعب عندهم مفاجأتين. اختصر لكم موضوع أسرع شيء، لاعب مقدمين لنا مفاجأتين مرة جبارة. وش المفاجأة يا رايد؟ بسم الله. المفاجأة الأولى عروض الضربة القاضية، عندهم عروض كثيرة على بيسيات الجيمينج واكسسواراتها كاملة. حسب بس كذا، لا حتى اكس بوكس اكس كونسل مع 200 ريال كاش باك. والله ما خلصنا، والله باقي. شوفوا الدلع الجاي. بسم الله. عندهم عروض برضو على السماعات والكراسي، وبرضو في مفاجأة ما خلصنا. لاعب هذا الشهر قدمون أكثر من 100 جيفاوي عن طريق مجتمع لاعب، وبرضو عن طريق حساباتهم بالسوشيال ميديا. حصلوا روابطهم تحت، لا تقصرون معهم لأنهم ما قصروا معنا أبدا. يعطيكم العافية، خليكم مع المقطع. تحدي الكاب يا جماعة الخير، إذا فاز علي صليعاني بيشيل الكاب. والله العظيم إذا فاز. لا تحدي الكاب يا جماعة الخير، لكن إيش؟ بما إني أنا كبير بالعمر وعندي معلومات وعشت أكثر منك يعني بسنين كثيرة شوي. أيوه. بتعداك معلومات. وش الفكرة يا رايد؟ ركان بيعطيني ثلاث معلومات، واحدة منها كذب، وأنا بعطيه ثلاث معلومات، واحدة منها كذب. إذا أنت قفطت اللي أنا كذا يعني الكيس اللي من كيسي، وأنا قفطت هذا، فهمت نقطة. فهمتني؟ حلوة. معجن. اسمع المعلومة هذه. ايوه اسمع وركز معي زين. ايوه الكنغر، حيوان الكنغر حلو، اذا شرب مويه يموت. يشرب مويه يموت. اصغر اقول لك، ما يشرب مويه ابدا. كيف يشرب مويه؟ عن طريق افراز الحبوب او الاكل اللي ياكله يصنع له مويه يشرب. اما هو اذا شرب مويه طبيعي لا، لو شرب مويه كذا مر من النهر قال يموت على طول. اسمع هذه معلومة ممتاز. معلومة ثانية انت بدأ من عندك، واحدة لي واحدة لك. الزرافة يا رايد، هل تعلم ان الزرافة ما عندها صوت؟ احبال صوتية ما في. لا مستحيل. تقول السلام عليكم طالب، شو بدأ؟ طيب بطني جاء ما تقول اه، تقول ما تقول اه، تقول لا هذا صوت مولود. يلا ها هات معلومتي. هل تعلم ان التمساح ما يطلع لسانه ولا ما يطلع ما يطلع لسانه، واذا بغى ياكل من فكري تحت بس هو اللي يتحرك، فكري تحت لخلخ اللي فوق ما يتحرك مره. ابد. هذه معلومه ثانيه. حلو معلومه عطني اللي عندك. الله يطيب. تدري ان الحلزون، الحزم عرفته ذاك، اي بطيء يلا يمشي يبري الله. ايوه يمدي، وعنده القدره انه ينام 3 سنوات متواصله. لا اخر كلام. لا انا ما قلت لا اصلا، ما جاوبت الحين. لا باقي معلومه ثالثه. احنا زون ينام يقول يلا الله 2000 وهذا 2028 انا بسم الله 2028. تدري انه الكلب يكرم السامعين؟ ايوه يسمع دقات الساعه على بعد 40 قدم، يعني 40 خطوة هناك يسمع دقات الساعه. اعوذ بالله. وش في ذا كان نسمعها؟ ما ادري. ان الخفاش الخفاش هذا الله لا يوفقه. أيوه. الخفاش الله يجاب من الكورونا الله لا يوفقه. المهم الخفاش هذا سلمك الله ما عنده مراره ما عنده. هذا اللي عندنا، اي صغير اللي عندنا ذي، تدري انه ما عنده. شو ذا يا اخوان؟ شو ذا؟ طيب ممتاز. ركز معي، انا قلت لك معلومه الكنغر الله عليك، ومعلومه التمساح والكلب، ومعلومة الكلب تكرم الله عليك. في واحدة منها، من واحدة من المعلومات هذه كذب. وشي؟ وش الكنغر ذا اللي يشرب مويه؟ يعني كذا دقيقة. صوت الكنغر خطأ. الكنغر خطأ وغصب روحه. اوكي سجلها عندك. خطأ عليك والله العظيم انه خطأ. التمساح هو المعلومة الخطأ. كيف؟ والله العظيم التمساح هو المعلومة يعني خطأ. الكنغر إذا شرب موية من النهر يموت. الكنغر يأكل ويفرز من أكله. لا 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 والله. طيب ثلاث معلومات تكلمت. أول شيء عن الحلزون، أن الحلزون يقدر ينام 3 سنوات. وتكلمت آخر معلومة على الخفاش ممتاز اللي هو ما عنده مرارة. وأول معلومة نسيتها. المعلومة كانت الزرافة.
انه ما عنده احبال صوتيه كذا تقول السلام عليكم ما يرد السلام ممتاز. الزرافه انا سمعت فيها انه ما تطلع صوت. الحلزون والله شكله ايوه الحلزون بطيء اللي احس انه كذب الخفاش لانك انت اخطيت فيه ومنت قاعد تسوي كذا صح ولا لا؟ اخر كلام الخفاش يكذب صح؟ صح عليك بالقسم العظيم والله يس يس رايد اذكر الله اذكر الله قايل لك انا اكبر منك يا ابني يرحمك واعرف المعلومات والله العظيم اني ادري انك اكبر مني تكفى انا ما ارضى الركان يكون ضدي لانه مره خصم سهل جدا وعنده نص عقل فلذلك جبت اخوه عشان يكمله صار عقله والله يا ريال والله ما يمشي ما تمشي تسمع الفئه الاولى يا جماعه الخير من الحيوانات الان الفئه عن اليوتيوب خلونا نفس الحين جبتك انت واخوك ضدي الله عليك يعني ايزي بوي الله عليك ايزي بوي معنا ايزي بوي انا وياه بس هذا يا جماعة الخير هذا حماران هذا بس ريال انا اخاف منه ريال ركز فيه المعلومة هذه بعدكم هات اليوتيوب اول ما افتحه وقالوا بسم الله بعد سنة ونص جوجل اشترت اليوتيوب بواحد فاصلة 65 مليار أعوذ بالله هذه معلومتي الأولى ايش رايك ما في ممكن ها عطني معلوماتكم حلو اوكي سمعني يلا ريان حطك معلومه الاولى انه كل دقيقه يتم تحميل اكثر من 100 ساعه من يوتيوب دقيقه بس وخذ هذه اصبر الله حصاد يتخوف 100 ساعه تنزل يعني في كل دقيقة 100 ساعة يتمون يعني يحملونها الناس. اسمع المعلومة الثانية. ها. اليوتيوب. أيوة. هو ثالث أضخم موقع في عمليات بحث. يعني شفت جوجل هو ثالث أضخم شيء بعد جوجل. الأول. والله ما أدري. الأول اسمع. الأول جوجل الثاني فيسبوك الثالث يوتيوب. خذ هذه. تفضل. يقول لك أكثر من 3 مليار. مسوين حساب في يوتيوب هذه احس انه يعني شوي معقوله معقوله خل كيف معلومتي الاخيره ايوه اليوتيوب اول ما فتح كان عنده موقع وين توقع هو مطعم بيتزا خذ مطعم بيتزا وين كاليفورنيا معلوماتي الخير بس شوي يفكر اعطني معلومات كنت بسرعه اوكي ايش سوي فيها؟ تدري اني اللي انشأوا موقع اليوتيوب ذا الكبير 5 موظفين بس واقول لك شيء ال5 موظفين ذولي كانوا شغالين وين؟ في الباي باي شركه الباي باي ايش رايك؟ خذ هذه شوف يلا 5 معقول ما في في واحد كذا يبدا السلام عليكم احنا 100 بنفتح مشروع ما في الله عليك بسيط حلو ورا كان بعدين يدخل مال ريان ويصير كذا الله عليك هذه صحيحه يعني واحد عنده معلومه البحث اللي هي كم؟ اللي يتم تحميل 100 ساعة ايه في الدقيقة هذا كيس كنت تأكد آخر كلام تصرك ما كنت جاي أنا ما كنت خوف كذا واثق من نفسك ايه صدق والله العظيم إنها صحيحة والله العظيم اي والله والمعلومة الغلط إن اللي يسوي يوتيوب الله يخرب بيتك صحيح يعني صح يعني خطأ عليك المعلومة الخطأ إيه؟ إنه مو 5 سووا يوتيوب اللي سووا يوتيوب 3 موظفين فقط خلصنا إيه؟ أنا بسيطة مخي اليوتيوب هو ثالث أضخم موقع تجري عليه عملية البحث ثالث هذه صح لا اسمع صدقني يعني ثالث اليوتيوب مو الثالث متأكد يعني من كم تقريبا اليوتيوب الثاني يا حبيبي يعني انت تقول انت معلوم اليوتيوب يا الاول يا الثاني ما فيها شك ما فيها يعني مستحيل يكون الثالث قوي مره والله العظيم ايش فيك؟ ايش فيك؟ جو ناصر هذه المعلومه غلط معلومه من اليوتيوب المركز الثالث غلط صح الله قل الله لا اله الا الله حق الاولى انا بس ايوه الثاني انتوا فزتوا الله عليك تبقى فاصله يا انا يا هو فعشان كذا هذول الاخوان اقسم بالله ما تحصون مثل طيبه قلبهم وانهم ناس تسامح الله عليك الله عليك الو اسحب الله عليك اسحب يا مال اول مره طلعت غلط رايد ما مسامح الله يوفقك الله يوفقك
قال ما عليك بسامحك ارفع ارفع حكم الأوقات إنه أمارس كرة القدم. الآن معلومات عند كرة القدم يا جماعة الخير. جميل هذا أول لعبتنا لعبتنا يلا. ما إما نكون أو لا نكون يا إنه مسيروا الكاميرا أخوان ولا ولا بنشيلها انا وخلي بنشيلها باذن الله احنا نحتمها واحنا شايلين الكاميرا. طيب ركز معي معلومتي الاولى ايه تقول اصغر لاعب محترف بالعالم شفت العالم اصغر لاعب محترف عمره 20 شهر هذه معلومتي اصغر لاعب محترف واخذوه في 20 شهر طيب يعني نختم الحلقه لا ما نختم الحلقه لا يلا خذ لا 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 طيب تعرف الماده الظاهره عرفه مقصر اي مره مره منظار كذا اسمع تدري انه ما جاب كاس الانديه ابطال اوروبا حلو ايوه ما قد جاب الراكب يعني ابطال اوروبا اللي ما جابها ايوه يا سلام عليك ما جاب الظاهره اوكي اكبر نتيجه على وجه الارض مباراه واحده ايوه 121 مقابل طيب اسمع يمكن تكون ما تدري شرط الدنيا عرفت بس ما تدري نستنى لا نستعجل معلومة ثالثة يمكن ما تدري يلا طيب خلي المعلومة الثانية تدري ان اكثر لاعب في مباراة واحدة سجل 12 هدف مستوعب لاعب واحد ايه هذا سبايدر مان سهله طيب سبايدر مان هذا انا اسويها دي ايش فيك اوكي حواري ولا مباراه سبقيه مباراه سبقيه مباراه طب التلفزيون اي صحيح ما تدري مين يمكن الظاهر زدنا يمكن رونالدو كريستيانو يمكن حارس نايس انت ورا وش عندك طيب ركز معي بهالمعلومه هذه تعرف مستثنيات لاعبين هناك مستثنيات مباراه واحده سجل سبع اهداف سويهم يا عقوب الله يسويهم يا عقوب هذا واحد احترام والله شوف مو بغريبه يعني يمكن سواها ما ادري يمكن اسطوره عايز دوله الفاتيكان ممتاز طيب هذه دوله الفاتيكان هذه دوله في ايطاليا في وسط روما تخيل ايوه وعندها منتخب تبي تصدق ما تبي تصدق كيفك انتوا الكاب يا رجل مين احد يصدق بس في ماذا عندكم كيف؟ وش اللي تشوفون انها كيس يعني انا اكل فيها؟ واضح واضح وين؟ وش ذا البزر اللي عمره 20 شهر؟ نادي محترف نادي محترف وين يا اخوان؟ هذول نادي محترف ايه وين؟ يعني بيقلع الحين شو بيقلع لي والله وين؟ يعني هذا كذب كذب بس 100% وعطنا الكعب يلا اصبر اصبر المعلومة صحيحة 100% يا برد الوجه وش طيب يا اخوان عزيزي بالله انكم ترجعونا تقدر تبحث والله العظيم المعلومة هذه 100% تحلف بالله والله العظيم وايه اقول شيء وانا اخذت نقطة اذا انتم خسرتوا الحين وانا قفلت رب الكاميرا ما سمحك يا رب قبل لا تقول لك شيء 12 هدف ايوه اللي قلت قبل شوي هذا اللي مرتحت له احسن كذب اخر معلومة ان 12 هدف فيه كذب ايه يعني ايه صحيح سبايدر مان يلعب بالمر الفاضي ها تأكد ايه صح عليك كاس يا عقاب انا اعلم منكم عمر انا اسمع يا الله امك يا انا ما بيتلك والله ما دعم بس بقول لكم جي جي لا تلعبوا معي والله انا اكبر منكم والله عقلا ويعني يا شيخ الله يسعدكم ما قصرتوا يا جماعه الخير والله كان ممكن انكم انتم تشيلون الكاميرا ما عليه لكن المره الجايه المره الجايه بقول لكم مدام في اللقاء مقطعين آخر من برنامج منكم وليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا يا أخوان لايك وحسابات الشباب ها تحت بالوصف أول شيء بسوي كذا سواء